أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. اليوم أجيت أعيشكم تجربة الفطور بشكل مميز. هو عبارة عن ميكس بريكفاست تركي أفغاني عربي إنجليزي في مكان جميل اسمه فيو لاونج. فيو لاونج اللي هو الفيو، المنظر الجميل. هذا المكان موجود في منطقة بوشي قريب من واتفورد، وعندهم طبعا وجبات متنوعة مختلفة. أنا كنت صورت فيديو سابقا حول موضوع الستيك والبرجر اللي بيقدموه، الرابط موجود في التعليقات. وعندهم أجواء مريحة كمان حلوة في الليل لو حابين تيجوا تسهروا، بأنصح فيه لأنه بصراحة المعاملة كتير راقية والمكان نظيف جدا والأكل لذيذ جدا. خليكم معايا أصطحبكم في هذه الجولة الصباحية. الإفطار بنزلكم إياه على كم مرحلة. أول شيء أشبه ما يكون بالمقبلات، اللي هو الفروت بلاتر، شوية فواكه، شوية تمر، شوية مكسرات، مرتديلا مع شوية اللي هي المربى، الجام، الجيمر، القشطة والعسل مع عصير أو قهوة. فخلينا نبدأ نشوف مرحلة تانية. انتعشت السياحة الداخلية في بريطانيا بعد رفع الإغلاق لأنه في مشاكل بخصوص الطيران، فلذلك يعني الأماكن هاي بتوفر صراحة أجواء مريحة كتير. بعد ما خلصنا المقبلات طلبت أنا شكشوكة، وعندك كمان في هذا الطبق بسموه فيجيتيريان اللي هو بيجي مع جبنة حلومي مع ورق عنب مع بيض عيون، وهذا بسموه الميت بليت اللي هو برضو بيض عيون مع اللي هي مرتديلا وقطع من اللحم. البيض بده شوية ملح. بالنسبة لقائمة الأطباق موجودة على المنيو أونلاين على الإنستغرام. بصراحة أنا استمتعت في هذا الإفطار الجميل اللذيذ، بيعطيك انطباع أنه أنت يعني نوعا ما في تركيا، لأنه الثقافة اللي في هذا المكان ميكس ما بين اللي هو أفغاني على تركي على عربي على إنجليزي. Main menu is a Turkish menu with a bit of a twist of Arabic and Afghan cuisine. Obviously, the taste differs to everyone. The steak, it's a dry age meat, it's halal, and we have put some spices to it to give it that unique taste. Well, because of the success of this, we have now ventured out for another venue in Park Royal, and that one is twice as big as this. For the followers of Yusuf to follow his page, and he will be joining us through the journey and will show you the food that we will be presenting, and I'm sure you guys would visit. شاي زاكي والأجواء أحلى ومريحة بصراحة، مع شوية أغاني عربية ميكس خليجي على عربي على لبناني على مصري على فلسطيني. بتمنى أصدقائي إن شاء الله يكون لكم فرصة تيجوا على هذا المكان تستمتعوا في المنظر الخلاب هنا، سواء جيتوا في النهار أو في الليل حتحبوه. خبرونا إذا رحتوا عليه، وإن شاء الله حنعرفكم على أماكن جديدة وعلى أطباق جديدة ونقدم لكم معلومة جديدة، حتى نلتقيكم في مكان جديد زمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.